مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تغير كتلة الهواء نحو المناطق الشرقية، هذا سمح بتراجع لدرجات الحرارة خلال يوم الغد بإذن الله. أيضا درجة الحرارة ستعرف تراجع محسوس نحو المناطق الشمالية الشرقية مقارنة بيوم الأمس. بالنسبة لحالة السماء، ستبقى الأجواء على العموم مشمسة بعد تلاشي الضباب نحو السواحل الغربية، السواحل الشرقية وكذلك منطقة الأوراس. خلال الظهيرة بحول الله ستتشكل بعض السحب الرعدية نحو منطقة الأوراس، أجواء شبه رعدية أيضا بشمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي، تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية بأقصى الجنوب لغاية منطقتي الهوغار والتاسيلي، مرفوقة أيضا بنشاط بعض الزوابع الرملية المحلية بأغلب مناطق الجنوب الكبير. الحرارة خلال ليلة اليوم سيكون هناك انتعاش، تتراوح ما بين 16 درجة فقط إلى 19 درجة ما بين باتنا لغاية البيض، 19 درجة أيضا بتيزي وزو وتلمسان، مقاييس ما بين 20 إلى 22 درجة على السواحل، تقارب 24 درجة بتمن راس وجنات، 28 درجة بكل الجنوب الشرقي، في حدود 26 درجة ببشار، وتتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة من أقصى الجنوب الغربي نحو الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد بحول الله تراجع محسوس في درجة الحرارة نحو السواحل الشرقية، 29 درجة منتظرة بعنابة بالطرف، 33 درجة بسوق أهراس وقسنطينة، 32 درجة بتيزي وزو بالعاصمة والجلفة، 36 درجة بوهران وتلمسان، وترتفع إلى 38 درجة بغليزان، 36 درجة منتظرة كأدنى مقياس جنوبا بثمن راس، بينما تقارب 40 درجة بجنات، 44 درجة بإديزي، 45 درجة بكل ميتي دوف برج مختار وإنجزام، وتصل إلى 47 درجة على مقياس بإنصالح. فيما يخص البحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى مع رياح ضعيفة تماما، نفس الشيء بالنسبة لسواحل الغربية، هنا الرياح تكون معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية نحو سواحل الشرقية، سرعتها تبقى ضعيفة لكن البحر سيكون مضطرب محليا. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و8 دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و33 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.